ولكن اي انسان يريد ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، تشيع الفاحشه في المجتمعات، اي انسانه تتعرى والعياذ بالله تشد الناس الى الخلف، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من والمشاهدين والمشاهدات من اهل الكرم الذين يظهر عليهم كرم الله عز وجل. لذلك يقول ربنا يا ايها الانسان عامه، نعم، يا مؤمن ويا كافر، يا مستقيم يا منحرف، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، نعمة الإيجاد، فسواك نعمة الإمداد، فعدلك نعمة الهدى والرشاد. أي نعمة تلك؟ الوجه المخلوق الوحيد الذي وجهه لأعلى هو الإنسان، لا يطأطئ وجهه أبدا إلا لخالقه في السجود. سبحان الله، سبحان الله. وإذا طأطأ رفعه الله مقام العز، سبحان الله. يعني وما يكون العبد أقرب إلى ربه وهو ساجد، فهو يكرم يعني عبادة الله في هذه الدنيا، فيكرمه رب العباد عز وجل. يا سلام، سبحان الله العظيم. ولذلك يعني شوف حتى الكرم روي في الأثر، والإيه الكرم عامة بإنفاقه وغير إنفاقه، شجرة أصلها في الجنة فروعها تتدلى، من تعلق بغصن منها دخل الجنة. سبحان الله. ولذلك الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. الكريم، الكريم ثانية، الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. سبحان الله. ولذلك ثق تماما أن الإنسان غير الكريم في بيته، في بيته حتى بالمعاملة، في المعاملة. هو إنسان أنا أحتاط عندما أزوجه ابنتي. لماذا؟ لأنه طالما أنه غير كريم سوف يكون لئيما، واللئيم عياب فضاح هتاك للأستار، يضع عيوبك تحت الميكروسكوب وعيوبه تحت العدسة المصغرة. سبحان الله. فيرى القذاة في عينك ولا يرى الحجر في عينه. سبحان الله. ولذلك يعجبني احد الشعراء يقول ايه، قالوا الا تصف الكريم لنا، فقلت على البديه، ان الكريم لك الربيع تحبه كالحسن فيه، وتهش عند لقائه واذا يغيب فتشتهيه، وبعدين واذا تحرق حاسدوه بكى حنانا لحاسديه، كالأنف كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقين. الذين يسرقون الورد لا يمنع عنهم رائحته. صحيح. سبحان الله. يعطيهم إياه. هذا هو الكريم. هذا هو الكريم. لأن الكريم لا يسأل ماذا أنتظر عندما أكرم. يعني عندما أكرمك بتصرف أو بأي شيء، لا أنتظر منك شيئا. قال ربنا عن المؤمنين إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أي شكر تتصدق أن تشكره؟ فعندما يقول رب العباد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي غرور هذا؟ يا تسير وراء الشيطان لتغتر بقوتك بجاهك، والله عز وجل هو الذي أكرمك. نعم نعم. طيب نعم. إذن إذا